جدا. انت كزوج هل مثلا مش عنيف للدرجات دي؟ تتقطع ايدي قبل ما تتمد عليها. انا في البيت ايدي بتتمد على الاكل بس. اقدر اقول ان محمد دياب راجل خام ولا مقطع السمكه وديلها؟ لا اكيد مش خام. يعني خام ايه بس؟ ده انا تشرد من وانا عيل صغير بغني من وانا عندي 15 سنه. خام ايه بقى ده؟ مش خام، دي صعبه قوي. انت بتحب الست الجدعه اللي 100 راجل ولا الست الضعيفه اللي محتاجه راجل تتسند عليه؟ ده الست الجدعه طبعا، بدليل ان انا لما جيت اخترت ست جدعه تبقى سند. يعني اصلي على فكره مش لازم الراجل بس هو اللي يبقى سند للست، الست كمان لازم تبقى سند. لما الراجل بيكبر بتبقى هي عكازه، يعني اهم من ابنائه كمان، هي عكازه الاول. يعني بتشوف انوثه الست في صوتها ولا ذكائها ولا حنانها ولا ايه بالظبط؟ في كل حاجه، في كل حاجه. يعني الست حتى يعني في شدتها لازم يبقى في انوثه. يعني ايه اكتر حاجه شدتك ليها لما اتجوزتها؟ يعني لا، هي حاجات كتير مش اكتر حاجه بصراحه. يعني كل الحاجات اكتر حاجه بالنسبه لي. يعني شخصيه دغري جدا، فير جدا. حتى لو انا يعني لو متضايق مني طول انا متضايق منك، في حاجه وحشه تقول لي فيك حاجه وحشه، مش منافقه خالص. ودي من اكتر الحاجات اللي حبيتها فيها، ان هي واضحه جدا وضوحها. بس اكيد بعد الشهره الكبيره اللي حصلت دي اكيد انت بقيت دلوقتي يعني ممكن تقول الغيره زادت شويه لان المعجبات زادوا. والله يعني لا، هي زي ما هي، هي الغيره ما زادتش ولا حاجه. يعني هي تثق فيك يعني بنفس القدر. لا اصلا انا يعني ما بتحركش مع الكنبه غير للشغل، يعني مفيش مجال ان هي ما تثقش فيا يعني.